اسكيميك هارت ديسيز. الاسكيميك هارت ديسيز ممكن بنسميها الكورونري ارتري ديسيز. كورونري ارتري ده المفروض هو الارتري اللي بيخرج من الروت اوف الاورتا، الروت اوف الاسندنج اورتا، عشان يسبلاي الهارت ويز بلود. الكورونري ارتري عباره عن اتنين ارتريز، واحد ليفت وواحد رايت. الليفت بيخرج من ليفت كورونري ساينس اوف فالسالفا، والرايت بيخرج من رايت كورونري ساينس اوف فالسالفا. الليفت كورونري ارتري بينقسم الى اتنين برانش، واحد اسمه ليفت انتيرير ديسندنج، وواحد تاني اسمه ليفت سيركمفليكس كورونري ارتري. الليفت انتيرير ديسندنج برانش ده اللي يعتبر المين برانش، او هو الاكتر برانش بيبقى مهم بالنسبه لنا، لان هو اللي بيغذي الليفت فينتريكل اللي هو الاهم في الكونتراكشن والسيستول وكده، لان هو اللي لما بيحصل له سيستول بيغذي الجسم كله بالبلاد سبلاي. هنا الليفت انتيرير ديسندنج ده بيدي برانشز في حاجه اسمها دياجونالز، اخرها اس لانها كذا دياجونال، وحاجه اسمها سيبتال بيرفوريتورز. اللي هو ال LCX او الليفت سيركمفليكس كورونري ارتري بيديني برانشات حاجه اسمها ال OM اللي هي الاوبتيوز مارجنال برانشز. الرايت كورونري ارتري ده بيدي بيغذي مينلي البوستيرير وول الانفيرير وول، وبيدي برانشات زي الكورونال ارتري، وبيدي برانشات زي البوستيرير ديسندنج كورونري ارتري، والار في برانش، والار في يعني رايت فنتريكولار برانش، والبوستر لاترال برانش. الاسكيميا او البلاد سبلاي اللي بيغذي الهارت في تعريف الكورونري ارتري او الاسكيميك هارت ديسيز عندنا بالانس بين الاكسجين سبلاي وبالانس بين والديماند. الاثنين الاكسجين سبلاي والديماند، طول ما الاكسجين سبلاي بيغذي الديماند بتاع الهارت يبقى كده مش هيبقى فيه ديسيز. بمعنى ايه؟ الاكسجين البلاد سبلاي او الاكسجين سبلاي ده بيغذي القلب وهو نايم على هارت ريت ممكن يوصل ل 45 50، وبيغذي القلب وهو بيدق بالماكسيمم هارت ريت اللي هو بنعتبره 220 ناقص الاتش، فممكن يبقى مثلا 180 190 كده. فالمفروض الكورونري ارتري بتغذي القلب كده وكده. يبقى الديماند اللي هو الاحتياج للاكسجين، والسبلاي انت رايح لك قد ايه اكسجين. طول ما دول الميزان بتاعهم ثابت مش هيحصل اعراض ولا هيحصل ديسيز. مجرد ان البلاد سبلاي يقل هيبدا يظهر ان الديماند مش هيسبلاي كويس. البلاد سبلاي ده ممكن يقل بدرجات، يعني في الكورونري ارتري ديسيز لما بيضيق بدرجات، ممكن يضيق 20% 40% 50% 70%. ال 20% وال 30% وكده ممكن ما يتسببش في ان البالانس بتاع الديماند والسبلاي يختل، فبيعملش اعراض اصلا، ما بيعملش شيست بين. لكن لو الاستينوزيس 90% مثلا، لا ده ممكن يجيب شيست بين ويز مينيمال ايفورت، ممكن ويز ليس ذان اوردينري ايفورت، اللي هي اسمها الكنديان كلاسيفيكيشن. فمن هنا بس انا عايز اقول ماهيه الاسكيميك هارت ديزيز، ان في حاجه اسمها الكورونري ارتري. الكورونري ارتري ده هو اللي بيغذي الهارت بالبلاد سبلاي اللي هو محتاجه عشان الهارت يقوم بوظيفته في السيستول والدايستول. طيب في حد ممكن يقول الهارت ده هو جواه الدم كله بتاع الجسم في الليفت فينتريكل وبيسيركيوليت وكده، ليه مش بيتغذى مباشر منه؟ ده كلام غير منطقي، ده كلام بتاع يعني اطفال، ما فيش حاجه اسمها الدم اللي موجود في الفنتريكل يغذي نفسه بنفسه. لازم البلاد بيمشي في سيركيوليشن، زي ما احنا نعلم ان في ارتري، والارتري يصغر يبقى ارتريول، يبقى ميني ارتريول، وبعد كده يدينا كابيلاريز. الكابيلاريز دي بتعمل نتورك، هي اللي بتغذي كل خليه عن طريق ان الكابيلاريز بتبقى سيمي بيرميبل،
وبعد كده بيرجع الوست برودكت والكربون دايكسايد في الفينس اسبيكت اوف كابيلاري سيركيليشن كورونري برضه لغايه ما توصل للفينس كورونري سيركيليشن بتروح كورونري ساينس. فهو هنا اللي بيغذي القلب بالاكسجين اللي بيغذي القلب بالبلد هو الكورونري ارتري. والكورونري ارتري لو حصل مشكله هنا يحصل الاسكيميك هارت سيز. وقلت لكم الموضوع بالانس بين الدمام وبين السبلاي، بمعنى انا لو عندي عيان عنده سيفير انيميا فبيحصل كومبنساتوري تاكيكارديا ممكن تظهر اسكيميا وباسمها وقتها سكندري انجينا، يعني هو الكورونري ممكن يكون سليم لكن نتيجه الانيميا حصل سكندري انجينا. هنا عشان ما وسعش الامور عليكم دخلنا اول حاجه قلنا ان في الكورونري ارتري ده عباره عن ايه والاناتومي عباره عن ايه والاسكيميا ان حصل خلل في البالانس بين الاكسجين سبلاي البلاد سبلاي اند الديماند. هنا المين ايشو او الباثولوجي بتاع الكورونري ارتري ديزيز او الاسكيميك هارت ديزيز هو الاثيروسكليروزيس. الاثيروسكليروزيس هو اكتر باثولوجي او اكتر سبب بيعمل الكورونري هارت ديزيز. في اسباب تانية؟ ايوه في اسباب تانية. ممكن في انواع من الفاسكولايتس زي السيستميك لوبس والروماتويد والفاسكولايتس عموما اللي ممكن تجيب تاثر على الميديم سايز ارتري زي الكورونري ارتري. ايه في حاجه اسمها كوازاكي ديزيز، ده حاجه بتبقى برضو بتبقى في الفيسل وول وبتحصل في الاطفال وبيحصل في استينوزيس واكتيزيا وبيحصل فيها كورونري ارتري ديزيز. دي مش اثيروسكليروزس، الحاجات دي نادره وقليله. ممكن واحد عنده قابليه لتكوين ثرومبوزس يعني عنده هايبر ثرومبوتيك ستيت يحصل ثرومبس والشريان سليم اصلا، فيحصل مثلا مايوكاردال انفاركشن والشريان سليم تماما. طيب دلوقتي انا بالنسبه للاثيروسكليروزس دي يعني ايه اثيروسكليروزس؟ اثيروسكليروزس بالعربي يعني تصلب الشرايين. والاثيروسكليروزس دي يعني باثولوجي بياخد years يعني long time عشان يحدث ويسبب significant stenosis. الكورونري ارتر ديسيز mainly بتتسبب او الباثولوجي بتاعها اثيروسكليروزس. طيب الكورونري ارتر دي بتشتمل على ايه؟ تشتمل على الانجينا. الانجينا عندنا stable وunstable. الميوكارديال انفاركشن ممكن يبقى هارت فيلير او اريذميا نتيجه الاسكيميك هارت ديزيز. طيب الاثيروسكليروزس ده كان افكت اني ارتري ان ذا بودي، يعني الاثيروسكليروزس مش فقط بيؤثر على الكورونري ارتري، ممكن يؤثر على اي شريان خاصه السيريبرال ارتري، ممكن يؤثر على البريفيرال ارتري اوف البوث لوور ليم. اني ارتري كود بي اثيروسكليروتيك. لو هو الاثيروسكليروزس اثر على الكورونري ارتري اللي هو بيغذي الهارت هنا كده هيعمل انجينا مايوكارديال انفاركشن اند مي بي سادن كاردياك ديث. في البرين في السيريبرال ارتري هيعمل ستروك او ترانزيانت اسكيميك اتاك اللي هي التي اي اي. في الليمبس ممكن يعمل كليديكيشن نتيجه ان هو هيعمل مثلا فيمورال ارتري اثيروسكليروزس فيعمل ستينوزس وبالتالي ممكن يعمل اوبستراكشن في البريفيرال ارتريز فبيعمل لو بلاد سبلاي، واللو بلاد سبلاي ده بيعمل واللي هي ممكن يؤدي لكريتيكال ليمب سكيما. يبقى الاثيروسكليروزس اللي هو المين باثولوجي بتاع الكورونري ارتري ديزيز جنرال باثولوجي ممكن افكت اني ارتري مش بس الكورونري ارتري ديزيز. الاثيروسكليروزس الديفينيشن بتاعها it is a progressive inflammatory disorder of the arteries of the arterial wall characterized by focal lipid rich deposits of atheroma. يبقى الاثيروما دي هي الوحده بتاع الاثيروسكليروزس، هي وحده الباثولوجي. remain clinically asymptomatic until يعني ايه كده؟ يعني انا الاثيروسكليروزس دي انا هشرحها لكم بسرعه كده. الاثيروسكليروتيك بتبدا باللو دينستي لايبوبروتين، يعني الاثيروسكليروزس المين باثولوجي فيها هو انفلاماتوري رياكشن
against invasion of the low density lipoprotein cholesterol. الكوليسترول ده كذا نوع، عندنا حاجة اسمها low density اللي هو ال LDL والhigh density ال HDL وvery low density وكده، وفي triglyceride. اللو دنسيتي لايبوبروتين بيروح ينفيد الارتيريال وول اللي هي الانر، احنا عندنا الوول بتاع الارتري بيتكون من الميديا، الميديا والادفنتيشيا، بيبقى بيحصل انفيجن بالال دي ال اللي هو المولكيول بتاع ال دي ال، بيحصل يحصل حواليها اثيروسكلروتيك بلاك، البلاك دي بيبقى فيها انفلاماتوري بروسيس زي ماكروفاج زي البيزوفيل زي انفلاماتوري بروسيس، وبيبقى في حواليها كبسول فايبرس كبسول. ممكن يكون الليجن ده صغير، يعني ممكن يكون بدء صغيرة خالص ما تبقاش عاملة اوبستراكشن في الوول بتاع الشريان، يعني الشريان بالرغم من وجود أسلس كوروتة بروسيس لكن لسه ما كبرتش انها تقفل الشريان، قال لك ايه ان هي لسه مش كبيرة لسه صغيرة، وممكن ما تبانش في القسطره اللي هي التشخيصيه، بتبان يعني بس دي في الميكروسكوب او كده لان هي فيري سمول. دي بتكبر سنه بسنه 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 كانفلاماتوري بروسيس لغايه ما بتبدا تقفل الوول بنسبه 30% 40% 50%، طول ما الباثولوجي شغال وطول ما الريسك فاكتور شغاله، طول ما العيان ده بيدخن سجاير، طول ما العيان ده عنده سكر، طول ما العيان ده عنده ضغط مش مظبوط، طول ما العيان ده بياكل كوليسترول كتير، طول ما العيان ده مش بيلعب رياضة، طول ما العيان ده في ستريس، الباثولوجي ده بيكبر لغاية ممكن يقفل الشريان بنسبة 80-90%. المشكلة الكبيرة ان الكبسول بتاع الاثيروسكلروتيك بليك ده يرابشر مع شوية ستريس مع شوية زعل مع شوية مجهود زيادة، يحصل لما يرابشر بيحصل ثرومبس على المكان ده وبيحصل ما يسمى بالميوكاردال انفاركشن. الثرومبس بقى تقفل الوول بنسبه 100%، العيان يجي يسمع الهارت اتاك، العيان يصرخ بين سيفير اجونايزنج مي بي فيتال مي بي سادن كاردياك ديس. فهو هنا ده الباثولوجي بتاعنا. يبقى الاثيروسكلروزيس ممكن يكون بيحصل في واحد دلوقتي وهو مش حاسس، ومش حاسس لان مفيش اعراض لان لسه ما عملش سيجنيفيكانت استينوزيس، هو لغايه دلوقتي لسه مثلا 30%، وممكن يكون 60-70%، بس الشخص ده مش بيقوم بمجهود زي ما اتفقت ان البلاد سبلاي بيتراوح بين ان واحد يكون نايم وواحد يكون بيجري، اللي نايم ده محتاج اكيد بلاد سبلاي اقل من اللي بيجري، فانت اصلا لو ما بتجريش ما بتتعرضش لمجهود كبير، فانت ممكن يكون عندك ليجن 70% بس مش هتحس بالمشكله او الوجع غير لما تبذل مجهود كبير او تبذل مجهود فوق المعتاد بالنسبه لك. دلوقتي الاثيروسكلروسيس ده بيفضل بيبقى اسيمبتوماتيك الى ان يحصل ان هو يكبر فيقلل البرفيوجن بتاع التشو. نمبر 2 الستريشن اند ديستربشن اوف ذا ليجن ريزلت ان ثرومبوتيك اوكلوجن. نمبر 3 ديستال امبولايزيشن اوف ذا فيس. الكلينيكال مانيفيستيشن ديبند ابون ذا سايت اوف ذا ليجن اند اند فولنربيليتي اوف ذا اورجان سبلاي. الايرلي اثيروسكلروزيس ده بيحصل زي ما قلت لكم ان هو عن طريق اللو دنسيتي لايبوبروتين اللي هو ده، واللو دنسيتي لايبوبروتين مع الليبيد لادن ماكروفاج وغرافوم سيلز والسيتوكاين، دي حاجه اسمها انفلاماتوري ماركر مع الجروس فاكتور، بيبدا يحصل دي الاثيروسكلروتيك بليك اللي هي الوحده بتاعه الاثيروسكلروز تكبر سنه بسنه بسنه لغايه ما تقفل الشريان. دي الصوره دي عبارة عن مقطع عرضي، يعني ده دي اليومن اللي هي البيضة دي، أوضحها لكم كده، دي اليومن وده الوول، الوول ده المفروض كله يبقى قد اللي عليه النقطة الحمراء، هنا كبر سنة بسنة بسنة بسنة، ده اسمه البليك تو، مكتوب هنا الأصفر ده البليك تو اللي هو قاعد يكبر سنة بسنة، فبيضيق المفروض الأحمر النقطة الحمراء بتاعتي دي يبقى الوول قد كده كده كده. جه هنا ده ليه؟ لان الليبيد اللي هو لونه اصفر ده بدا يملى الوول ده من الناحيه دي لغايه لما وحصل عليه فايبرس كبسول بدا يرابشر، فبدا تظهر الحته المفتوحه اللي عليها النقطه الحمراء دي بيتكون عليها ثرومبس وتقفل الوول ده. اوكي
الحقيقه الاثيروسكليروزس ده هو المين باثولوجي بتاعنا. ايه الريسك فاكتور اوف الاثيروسكليروزس؟ ليه او ازاي او مين اللي بيحصل فيهم اكتر اثيروسكليروزس؟ قال لك الريسك فاكتور بتاع الاثيروسكليروزس ان احنا عندنا نوعين من الريسك فاكتور بتاع الاثيروسكليروزس دي، اللي هي الريلاتيف ريسك فاكتور والابسولوت ريسك فاكتور. يعني ايه ريلاتيف ريسك فاكتور ويعني ايه ابسولوت ريسك فاكتور؟ الابسولوت ريسك فاكتور زي الايج والميل سكس والبوست فاميلي هيستوري. ليه اسمها ابسولوت ريسك فاكتور فور كورونري ارتري ديزيز اللي هي الاثيروسكليروتيك كورونري ارتري ديزيز؟ لان الايج مفيش، مش هنقدر نوقف الايج، يعني ما نقدرش نتحكم كدكتور في الايج، مش نقول للعيان صغر نفسك شويه. الايج ده حاجه نون موديفايبل، يعني هو هيكبر هيكبر. الميل 6 طبعا من ضمن الريسك بتاع الكورونري ارت ديزيز ان هو مور ان ميل ذان فيميل، ودي حاجه لا نستطيع تغييرها. البوست فاميلي هيستوري من السترونج بريدكتور اوف كورونري ارت ديزيز، ان يبقى باباك او مامتك او خالتك او عمتك عندهم هيستوري اوف كورونري ارت ديزيز، هيستوري اوف أسطرة، هيستوري اوف سادن كارديك ديث، فده برضه نون موديفايبل. يبقى الابسولوت ريسك فاكتور اوف اثيروسكليروز اوف كورونري ديزيز هما الايج والميل 6 والبوست فاميلي هيستوري. في حاجه اسمها موديفايبل ريسك فاكتور او ريليتيف ريسك فاكتور، دي مهمه جدا ان انا ابقى عارفها عشان انا ابدا ادور فيها. ليه انا ببقى عايز اعرف الريسك فاكتور اوف الكورونري ارت ديزيز؟ الريسك فاكتور دي يا دكاتره بتفرق جدا في ان انا اسمي اتوقع المرض كده. اتوقع المرض كده. بتفرق في كلمه اسمها البروبابيليتي اوف ذا ديزيز، احتماليه المرض. هل ده يا ترى الراجل ده احتمال يكون عنده كرونيك ديزيز ولا لا؟ بمعنى ان انا مثلا لما يجي لي واحد متجمع فيه كل الريسك فاكتور، متجمع فيه كل الريسك فاكتور، يعني نرجع للابسولوت ريسك فاكتور، راجل عنده 70 سنه وميل ووالده كان عنده كرونيك ديزيز او اخوه او كده، وسموكر وهايبرتنسيف ودايابيتيك وعنده سيدنتري لايف واوبيز والكحوليك وسموكر وفي عنده بياكل كوليسترول كتير او كده، ده اتوقع فيه الكورونري ارت ديزيز اكتر من لو قلت لي ان هي فيميل يونج ايج 17 سنه نوت دايابيتيك نوت سموكر نوت هايبرتنسيف نوت اوبيز رياضيه. ما توقعش فيها الكورونري اثيروسكليروزس، ما توقعش فيها اللي هو الكورونري ارت ديزيز، اشوف سبب تاني للشيست بين اللي عندها ده. طيب هل ده بيفرق؟ ايوه بيفرق، ان انا اعرف ان الموديفايبل ريسك فاكتور سموكينج، الهايبرتنشن، الدايبيتس ميليتس، الهوموستاتيك فاكتور، الفيزيكال اكتيفيتي، الاوبستي، الالكوهوليزم. اعمل ايه بقى؟ ان انا والله لما اجي انصح العيانين او اجي انصح الناس اقول لهم يا جماعه بلاش ندخن لان التدخين ده ممكن يسبب في الاثيروسكليروزس فيعمل لك كورونا ارت ديزيز، او يعمل لك سيريبرال انسلت سيروفاسكولار ستروك. ما هو الاثيروسكليروزس زي ما اتفقنا مش بس بيأثر على الكورونا ارتري، بيأثر على الكورونا ارتري، بيأثر على كل الارتريز بدون استثناء، بس احنا موضوعنا الكوروناري ارتري. هنا نقول كلام، هل السموكينج بيتسبب في الكوروناري ارتري او الاثيروسكليروزس؟ لا مش بيتسبب، هو ريسك فاكتور، يعني بيزود الاحتماليه. هل الهايبرتنشن بيتسبب في الاثيروسكليروز او الكورونري ارتري؟ لا هو مش سبب، هو ريسك فاكتور بيزود الاحتماليه والدايبيتس وكده. طبعا انا لما اعمل سيسيشن اوف السموكينج ان انا كده بعمل موديفيكيشن ريسك فاكتور، اقول له يا سيدي والله بطل سجاير يقدر ان انا كنترول الدايبيتس، اقدر اكنترول الهايبرتنشن، اقدر اخليه يمارس رياضه، اقدر، فكل الحاجات دي اسمها موديفايبل ريسك فاكتور او ريليتيف ريسك فاكتور. الابسوليت ريسك فاكتور زي الايج والسكس، في عندنا ايه ليه هو السكس بيفرق؟ لان المفروض في حاجه اسمها المنستريشن في الفيميل والاستروجين اللي هو هرمون الانوثه ده بيقلل احتماليه الاثيروسكليروزس فيهم، وبالتالي بعد المينوبوز يتساوي الاثنين فيها خلاص. والايج كل ما نكبر في السن كل ما بيزيد الريسك. البوست فاميلي هيستوري ان هو والله الكورونري ارت ديزيز ده رانز ان فاميليز،
due combination of shared genetics, environmental and lifestyle factors. يعني ايه برضو؟ من ضمن الحاجات الجديدة حاجة اسمها الجينيتك ستادي. لما انا لما بدرس الخريطة الجينية بتاع البني ادم ده اقدر اعرف ان هو لو اتعرض لستريس مثلا او اتعرض لهايبرتنشن او الشخص ده بناء على الجينز بتاعته ممكن يحصل له مايوكاردال انفاركشن. طب هل ده بيتعمل ليه؟ هو لسه اندر ريسيرش، بيتعمل بس مش بيتعمل بجايد لاين. بيتعمل ليه؟ عشان الشخص ده اخليه انا ابعده عن الاستريس، او لا ده انت ممكن يجي لك لان الجينز بتاعك بتقول ان انت ممكن يجي لك لو حصل لك كذا وكذا وكذا. فابدا انا اعمل له بريفنشن، ان انا اقول له مارس رياضه، اقول له خد بالك من الكوليسترول، اقول له خد بالك من السمنه وهكذا. طيب السموكينج ده سترونج ريسك فاكتور، ان هو بيعتمد على الدوز. يعني كل ما يكون في حاجه اسمها هيفي سموكر، حاجه اسمها كذا، يبقى دلوقتي العلاقه بين السيجاريت سموكينج اند اسكيميك هارت ديزيز، وخاصه ان يانجر لزان 70 يير انديفيديوال. الهايبرتنشن في علاقه مباشره بينه وبين الاثيروسكلروزيس. الهايبركوليستيروليميا هي اصلا المين باثولوجي ال دي ال ده في تكوين الاثيروما. الدايبيتس ميليتس بوتنت ريسك فاكتور فور اول فورم اوف اثيروسكلروزيس. المين ويز تايب 2 دايبيتس بيزيد 2 و4 فولد جريتر في الانوال ريسك. يعني ان هو يقدر في كل سنه الرجل اللي عنده سكر تايب 2 يبقى عنده احتماليه ضعف حضرتك ان يجيله كورونر ارتري ديزيز. الريسك فاكتور في الريلاتيف ريسك فاكتور حاجه اسمها الهيموستاتيك فاكتور زي البليتليت اكتيفيشن اند هاي ليفل اوف فايبروجين، الانتي فوسفوليبيد انتي بودي، ريكارنت ارتيريال ثرومبوزيس. الفيزيكال اكتيفيتي بيسموها سيدنتري لايف، واحد ما بيقومش بمجهود، زي يعني كان زمان بيسموهم تنبلت السلطان، اللي هو ما بيعملش حاجه ابدا، قاعد كده وخلاص ياكل ويشرب وينام. ده الانكتيفيتي رافلي دبلز ذا ريسك اوف كورونري هارت ديزيز. يعني البني ادم اللي هو التنبل ده اللي ما بيقومش بمجهود خالص، ده نسبه حدوث كورونري ديزيز ضعف البني ادم اللي رايح جاي وبيمارس رياضه. الريجولار اكسرسايز الرياضه المنتظمه، الرياضه الدوريه اللي بنعملها كل يوم، انكريز السيرم اتش دي ال كوليسترول كونسنتريشن. الاتش دي ال ده كويس، يعني الاتش دي ال بيقلل الاثيروسكلروتيك. الاتش دي ال هاي دنسيتي لايبوبروتين، هناك فارق بين الهاي دنسيتي ده كويس، ده بيجي يكنس ال دي ال. ال دي ال هو اللي بيعمل الاثيروسكلروزيس. الرياضه بتزود الاتش دي ال كويس، وبالتالي بتقلل الاثيروسكلروزيس. الريجولار اكسرسايز بتلور بلاد بريشر. الريجولار اكسرسايز بتفتح الكولاترال اللي بتاعت الكورونري ارتري ديزيز. بالمناسبه ليه الكورونري ارتري ديزيز ممكن يوقف القلب او يموت او لان الكولاترال سيركيوليشن بتاعته، يعني في معظم لو انتم بتدرسوا في التشريح درستوا الكورونري سيركيوليشن، درستها في الفيسيولوجي وفي الاناتومي، وكل السيركيوليشن بتاعت اللور ليمب بتاعت السيستم بتاع السبلين بتاع كذا، معظم السيركيوليشن بيبقى ليها كولاترال ان هي ممكن ساتسفاي ذيس اورجان لو حصل اوبستراكشن في اي منها، ما عدا الهارت والبرين. بيحصل لو حصل ثرومبس اللي هو مثلا مايوكاردال انفاركشن، الحته دي اللي هي بتتغذى بالشريان ده بيحصل فيها نكروزس، وبالتالي ليه؟ لان ما فيش فيها انف كولاترال سيركيوليشن. الرياضه اللي هي ريجولار اكسرسايز بتفتح الكولاترال دي، وممكن بتأدي اون بنفيت للعيان ده. الاوبيستي دي نركز مع بعض، اوفن اسوشيتد وذ هايبرتنشن اند كارديوفاسكولار ديزيز. الالكوهول الاكسس كونسامشن بيسبب كريسك فاكتور في اثيروسكلروزيس. الاذر دايتري فاكتور الدايت ديفيشنت ان فريش فود، الفيجيتابل اند البولي انسيتريتد فاتي اسيد. دي مشكله البولي انسيتريتد فاتي اسيد اللي هي الزيت اللي بيتعمل له هدرجه عشان يتحول لسمن، اللي هو السمن الصناعي ده فيري 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 ريسكي لحدوث الكورونر ارتري ديزيز. البيرسوناليتي little or no evidence to support the regular belief that the stress is a major cause of coronary artery disease. Stress is a major cause of coronary artery disease. البرايمري بريفنشن، ان انا ازاي اعمل برايمري بريفنشن، ان انا بخليش
حد لسه ما جالوش كورونري ارتري ديزيز اخلي ان انا اعمل له حمايه، اعمل له وقايه. يبقى البرايمري بريفنشن اسمها الوقايه الاوليه. الوقايه الاوليه احنا بنعمل دلوقتي برايمري بريفنشن فور كورونري ارتري ديزيز. عيان ما جالوش كورونري ارتري ديزيز اصلا بحاول انا ما اخليهوش يجيله، وده من دور الطبيب ان هو بيعمل بروفلاكسيز الوقايه. وزي ما احنا عارفين ان نعمل وقايه دي طبعا احسن افضل من العلاج، دي في مقوله بتقول كده الوقايه خير من العلاج. وان انا كمان عشان اوفر له صحته، اوفر له الكومبليكيشن، اوفر الميديكيشن، اوفر فبعمل ازاي، اعمل برايمري بريفنشن. الاستراتيجيز الاستراتيجي تيكن بيفور اونست اوف ذا ديزيز ان هاي ريسك انديفيديوال. لما انا عارف ان ده بابا جاله كورونري ارت ديزيز، فانا متوقع ان والله في احتمال، على فكره هو مش لازم، هو احتمال، احتمال ان الشخص ده يجي له كورونري ارت ديزيز. واحد عنده دايابيتس بتوقع ان احتمال يجي له كورونري ارت ديزيز، واحد سموكر، واحد هايبرتنسيف، وهكذا. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ النقطه الحمراء موديفاي ذا ريسك فاكتور اوف ذا هول بوبيوليشن ثرو دايت اند لايف ستايل ادفايس. انا بقول له والله يا اخي انت لازم ما تاكلش الاكل اللي فيه كوليسترول كتير، وخاصة السمن الصناعي. أنا بقول له يا أخي لازم تتمشى، لازم تبطل تدخين، لازم تهدي نفسك شوية، لازم تفحص فحص دوري كل فترة من غير ما يجي لك حاجة. إن أنا identify and treat high risk individual who usually have a combination of risk factor. واحد بقى diabetic وhypertensive وكذا كذا كذا، هذا الشخص ممكن سهل أو يجيله coronary disease. ده بقول له تعالى هشوفك، بنعمل له ريسك سكورينج وبنشوف الدنيا ماشيه ازاي. الريسك سكورينج ده هو شارت بحسب عليه ان مثلا هو دايابيتك، السكس بتاعه ايه، السن بتاعه ايه، هايبرتنسيف ولا لا، سموكر ولا لا، وبناء عليه بدخله في حاجه اسمها اللي هو اللون الاخضر ده اسمه الريسك اقل من 10%، وبعد كده الاصفر ده الريسك من 10 ل 20، وبعد كده الاحمر ده بيبقى هاي ريسك اكتر من 20%. السكندري بريفنشن يعني ايه؟ سكندري بريفنشن اوف كورونري ارتري ديزيز يا دكاتره، السكندري بريفنشن ان حد جاله كورونري ارتري ديزيز فعلا، يعني واحد جاله ذبحه، واحد جاله جلطه في الشرايين الثديييه، هذا الشخص بيبقى عرضه اكتر من غيره يجيله سكند اتاك، يجيله أثيروسكلروز يزيد أكتر في شريان تاني أو يبدأ تاني في شريان تاني. فهذا الشخص لازم أعمل له حاجة اسمها secondary prevention. Already have evidence of atherosclerosis vascular disease and at high risk of future cardiovascular event. Various secondary measures in this case: energetic correction of the modifiable risk factor, smoking أو بطل تدخين، hypertension أظبط له ضغطه، الهايبركوليستيريميا إن أنا أظبط له الكوليسترول بتاعه عن طريق الدايت وعن طريق الاكتيفيتي وعن طريق الميديكيشن. الاستاتين ثيرابي هو الميديكيشن بتاع الاثيروسكلروزيس، والاستاتين ثيرابي هنا جمله مهمه جدا ولازم نعرفها ان هو ريسبكتيف اوف زير سيرم كوليسترول كونسنتريشن. يعني الاستاتين ثيرابي دي بتقلل ال LDL، وجدوا ان مش هي فقط بتقلل ال LDL، لا ده الاستاتينز دي ليها كمان حاجه اسمها بليوتروبيك افكت، ليها تاثير على البليك اللي هي وحده الاثيروسكلروزيس، بتعمل لها ستابلايزيشن وبتعمل لها ريجريشن. يعني ايه؟ يعني بتصغر البليك وبتخليها ما تحصلش فيها رابشر، وبالتالي ما يجيلوش جلطه في القلب اللي هي مايوكاردال انفاركشن. فالستاتين ثيرابي بنديها بغض النظر عن تحليل الكوليسترول في السكندري بريفنشن، مش في البرايمري. البرايمري بريفنشن ما جبتش سيرتها، البرايمري بريفنشن بناء على الريسك هبدا احدد، لكن في السكندري بريفنشن بديها بدون محل الكوليسترول. التارجت بلاد بريشر ليس ذان 140 اوفر 85 مليمتر ميركوري. الاسبرين اند اس دي من الحاجات اللي هتقلل لي حدوث السكند اتاك اوف اسكيميا. البيتا بلوكر عشان احمي العيان ده من الهارت فيلير والميوكاردال انفاركشن. الانجينا يعني ايه انجينا؟ انا دلوقتي احنا دلوقتي اول حاجه انا احنا بنتكلم في موضوع الاسكيميك هارت ديزيز. قلت الاسكيميك هارت ديزيز دي هي البالانس بين الديماند والسبلاي، وشرحت السبلاي بيجي ازاي والديماند ازاي، وقلت ان معظم الباثولوجي اللي بيؤدي للكورونري ارتري ستينوزيس هو الاثيروسكلروزيس، واتكلمت على الريسك فاكتور بتاع الاثيروسكلروزيس
والبرايمري بريفنشن والسكندري بريفنشن. نقول بقى هو الاثيروسكلروزيس ده هيتسبب في استينوزيس في الكورونري ارت. الاستينوزيس ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل انجينا. كلمه انجينا يعني ذبحه، ذبحه. خلاص الذبحه دي معناها is pain which occur in this area of the body when your heart muscle doesn't get enough oxygen rich blood. شايفين اللون اللي هو ده لون ايه؟ روز كده. وفي لون تاني اللي هو ده، وفي لون ثالث والاصفر ده. انا عايز اقول ان لما بيحصل هايبوكسيا في الهارت ماسل بيبدا يحصل ريفيرد بين. هو الهارت نفسه مش بيحس، الريفيرد بين اللي هو في الشيست وول اللي ان فرونت اوف ذا هارت اللي هو اسمه بريكورديوم او اسمه استرنال بين او كده، اللي هو المكان ده الروز ده. البين بيجي في الجزء ده، يسمع في الجزئين دول، ده شولدر، ده بوس ار، وبيسمع في النك، وبيسمع في اللور جو. البين بيبقى نتيجة نقص الأكسجين، ها، هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي بتحصل نتيجة ان الشريان التاجي ده مقفول او في نسبة انسداد او مقفول تماما، فبيعمل ان الخلايا مش جاي لها أكسجين، عايزة أكسجين تقوم محسساك ان في مشكلة في بين. وسبحان الله في الاول بيجي قليل زي انذار الحقن، افتح الشريان ده، بعد كده يحصل مصيبة، انا يمكن اموت فالحقني. يحصل ان بعض الناس بتدناي البين ده وبتكسل وبتطنش، والبعض الاخر مش فاهم. فعشان كده برضو بنتكلم على البرايمري بريفنشن دي مهمة، ان انا فاهم الناس ان انت لما يجي لك بين خفيف كده روح اكشف، ما تسكتش. Type of chest pain not a disease, it is a symptom of the underlying heart problem, especially ischemic heart disease. Describe the pain بتاع الانجينا ده described as heavy, tight or gripping. Typically central retrosternal mild ache to most severe them provoke sweating and fear. ما بيحصل مع الاوتونوميك مانيفستيشنز اللي sweating والفير بتاكد لنا اكتر ان الراجل ده عنده انجينا. Associated with breathlessness، مش عارف ياخد نفسه او مش قادر يعني وقف. هو طبعا كلمة كده بسيطة، تعريف الانجينا او الانجينا بيكتوريس، الذبحة الصدرية. الانجينا بيكتوريس تعريفها ان بيحصل pain induced retrosternal pain induced with effort. البين ده بيبقى heaviness او tightness او stabbing او oppression او compression في الشيست وول البريكورديوم او اللي هو الريتروسترنال، وبيرديت للارم او الفور ارم او الشولدرز او اللور ماندبل او النك، وبيبقى ساعات مصحوب معاه سويتنج، وتحس ان هو روحه هتروح وبيبقى مش قادر ياخد نفسه ده. ولما يقف او يقلل الايفورت يرتاح، او ياخد سابلينجوال هايدريت يرتاح. ده من غير فحص اسمه انجينا بيكتوريس. في حاجه اسمها الكانيديان كارديوفاسكولار سوسايتي فانكشنال كلاسيفيكيشن اوف انجينا، يعني هو حاول يوجد كلاسيفيكيشن اكوردنج للسيفيريتي. يعني والله لو واحد بيمشي، واحد قاعد ريست وجاله بين، ده مشكله اكتر من اللي بيمشي اقل مجهود وجاله بين. ده مشكله اكبر من اللي بيمشي مجهود ويجيله بين، مشكلة أكبر من اللي بيمشي إكسترا أوردينري إيفورت ويجيله بين. يبقى البين لو جالك مع الإكسترا أوردينري إيفورت تبقى ده كنيديان كلاسيفيكيشن كلاس 1، لو جالك مع الأوردينري إيفورت يبقى كنيديان كلاسيفيكيشن كلاس 2، لو جالك مع الليزان أوردينري إيفورت يبقى كلاس 3، لو أتريست ده مشكلة كبيرة لازم تروح المستشفى كلاس 4. Angina pectoris characterized by constricted discomfort provoked by physical exertion. الهيفي ميل، شايفين النقطة على الهيفي ميل، بتعتبر أكنها exertion. Anger يعني الزعل، excitement، الwindy weather، الcoldness، ده كل ده ممكن يعمل لك provoke anginal pain. Relief usually within minutes with rest or glycerol trinitrate. Occasionally it disappears with continuous exertion. اسمها walking through the pain. يعني ايه؟
دايما العيان اللي بيجي لك يشتكي من انجينال بين يقول لك ايه، انا بيجي لي وجع في صدري وهو خايف منه لانه هو ساعات بيحس بروحه بتروح معاه، يقول لك بس بيروح لما اقف، بيروح لما اقف، ده دليل اكتر ان هو انجينال بين. ده بيجي لي بعد لما اكل، في فرق كبير ان وجع يجي لك بعد مثلا كوبايه شاي، وفي فرق كبير لما يجي لك بعد ما اكلت فته. الفته دي بتعتبر افر او التخمه، انت تاكل كتير بطنك بتملي، ده بيعايز بلاد سبلاي اكتر، فبيعتبر اكنك بتبذل مجهود كبير. ده البذل المجهود غير لما واحد بيشرب كوبايه شاي عشان فيها تانيك اسيد الشاي ده، فبيعمل لك هارت بيرن بتاع جاسترايتس او كده. ده حاجه وده حاجه. يبقى اللي واحد بيجي له ده، يعني ممكن انت لما تشرب كوبايه شاي او قهوه او كلت اكل حامي يجي لك اوسوفيجيال سباز، يعمل لك شيست بين بس مش كاردياك. لكن انت لو كلت تقيل قوي احتمال يبقى اوسوفيجيال سباز واحتمال يبقى كاردياك. ها اتفقنا؟ التيبيكال انجينال بين بتبقى فيها الثلاث كريتيريا دول، ادي واحد كونستريكتد ديسكمفورت، اثنين بروفوكد باي كذا، وريليفد باي كذا. التيبيكال انجينال all through features angina two out of these features. يعني لو واحد عنده constricting discomfort وبروفوكد باي اكزيرشن بس ما راحش مع الراحه، يبقى ده اتيبيكال انجينا. لو واحد ما عندوش غير واحده بس من الثلاثه دول دي اسمها نون انجينال شيست بين. الاكسبريشنز دي مهمه، تيبيكال انجينال بين تعرفه هو ايه، والاتيبيكال بين والاتيبيكال بين والنون انجينال شيست بين. خلاص دي مهمه. التيبيكال انجينا دي بتستخدم عيان يجي يقعد يحكي معاك حواديت، العيان ده عنده تيبيكال انجينا، تيبيكال انجينا تبدا له علاج، وممكن لو هو تيبيكال مايوكاردال فانكشن كارد تحجزه من البين التيبيكال انجينا ولا نون انجينا تشيست بين. التايبس اوف انجينا عندنا الانستابل انجينا والانستابل انجينا والريفراكتوري انجينا والفاريانت او البرينزيتال انجينا. الستيبل انجينا اللي هي اللي انا قلتها من شويه، ان واحد بيجي له ريتروسترنال شيست بين مع المجهود، الشيست بين ده له كاركتر كونستريكتنج اوبريسنج كومبريسنج ستابنج بيرنينج سنسيشن او شيست تايتنس او شيست ديسكمفورت، بيجي يقعد 3 ل 5 دقائق بيسمع في ممكن في الشولدر او الارم او كده، ولما تقف او ريليف دي باي ريست تقعد وتهدى الوجع يروح، دي اسمها ستيبل انجينا. الانستيبل انجينا اللي هي رقم 2 دي مهمه جدا، بيحصل ديتيريوريشن اللي انا قلت في الستيبل انجينا، يا اما ان الاعراض تزيد، السيفيريتي بتاع البين تزيد، يا اما البين مثلا كان بيجي مثلا مع 200 خطوه او 200 متر بقى يجي عند 100 متر بس، او بيجي وانت مرتاح، يبقى دي اسمها انستيبل انجينا. او ان الشيست بين ده اول مره يجي لي في خلال شهر، انا مش عارف هو انستابل. بمعنى الانستابل انجينا يعني البليك اللي هي وحده الاثيروسكلروزس المتسببه في الكورونري ارتري ديزيز في الاسكيميا وكده، الوحده دي بدات فيها لعب، يا اما بتزيد يا بتقل، يا انت مضغوط عليك ويمكن هتربشر الكبسول ده هيقلب ميوكاردال انفاركشن. فيا اما الانستابل انجينا هتبقى مايوكاردال انفاركشن، يا اما هترجع تاني لكرونيك ستيبل انجينا. مين يقدر يحكم ده؟ الفولو اب في الرعايه المركزه. انا مش عارف لسه والله الانستابل انجينا دي انا هعمل لها ستابلايزيشن بالعلاج كذا وكذا وكذا، ولا هتفلت مني وتروح لجهه المايوكاردال انفاركشن، ودي كاتاستروف. المايوكاردال انفاركشن ده مشكله. فالانستابل انجينا دي مش بقدر، يعني ما فيش مرض بيفضل مثلا اسبوعين يبقى اسمه انستابل انجينا، لا لا لا، هو يا اما هيرجع تاني للستابل انجينا او هيروح لناحيه الميوكارديال انفاركشن. محاضره النهارده كرونيك ستابل انجينا اللي هي الانجينا من غير ميوكارديال انفاركشن. دكتور ابراهيم عبد الحميد شرح لكم الميوكارديال انفاركشن والنون ستيمي اللي هو النون ستيمي ديليفيت ميوكارديال انفاركشن والستيمي ديليفيت ميوكارديال انفاركشن. الانستابل انجينا هي ديتيريوريشن ده. الريفراكتوري انجينا بيشنت وي سيفير كورونري ارتري ديزيز ان هوم ريفاسكولاريزيشن از نوت بوسيبل اند انجينا از نوت كنترولد باي ميديكال ثيرابي. يعني ايه؟ يعني انا من الريفراكتوري انجينا، يعني انجينا مش عارفين نعالجها، المفروض الانجينا ليها علاج 1 2 3 4
مثلا من ضمنه الاسبرين، من ضمنه البيتا بلوكر، من ضمنه النيترايتس، من ضمنه الاستاتين، من ضمنه الايس انهبيتور وهكذا. الانجينا اللي انا مش ده علاج ميديكال، ساعات بيبقى احنا بنلجا للعلاج اللي هو الانترفنشنال اللي هو الاسطره والدعامات لما انا مش قادر اكونترول ميديكال في كرونيك ستيبل انجينا، فبعمل اسطره. فالاسطره دي يا اما هركب دعامه الاستن اللي هو اسمه بي سي اي، بي سي اي اختصار لبيركوتينوس كورونري انترفنشن، او حاجه اسمها بي سي اي بيركوتينوس ترانسلومينال كورونري انجيوبلاستي، بس دلوقتي ما فيش حاجه اسمها انجيوبلاستي من غير دعامه، او ان انا اعمل له جراحه، الجراحه اسمها كورونري ارتري باي باس جرافت. ساعات بقى ساعات انا بدي ماكسيمم دوز اوف ميديكال ثيرابي، بكنترول هارت ريت 60، بكنترول بلاد بريشر 110 70، بكنترول كل حاجه، والراجل بيجي له وجع، اعمل له قسطره الاقي شرايينه مش نافعها لا جراحه ولا دعامات. طب ليه؟ بيبقى شرايينه يا اما صغيره قوي، يا اما هي في ديفيوز اثيروسكلروزس، العيان مش هيستفيد من الجراحه او كده. فالعيان ده بيبقى عيان اسمه ريفراكتوري انجينا، ريفراكتوري يعني مش عارفين نعالجه، يعني صعب العلاج. بيبقى هنا بقى في حاجات ثانيه بتبقى اسمها بالياتيف تريتمنت، ممكن تعمله بقى عن طريق اللي هو البين ريليف والحاجات دي. في حاجه في الانجينا كمان يعني مهمه جدا 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 اسمها البرينز ميتال انجينا. البرينز ميتال انجينا دي يا اولاد اللي هي مفيش، مش لازم يبقى في اثيروسكلروزس ومفيش ستينوزس سيجنيفيكانت في الشريان، بس بيحصل سباز بيحصل تقلص نتيجه بقى الفازوكونستريكتور بتزيد، في حاجه اسمها الفازوكونستريكتور ميدياتور في البلد بتفرز من الاندوثيليوم اللي مبطن للشرايين كلها، الفازوكونستريكتور بتزيد نتيجه مثلا ستريس، نتيجه طبيعه شرايين كده، نتيجه هايبرتنشن، نتيجه الديسيز في الاندوثيليوم، بيحصل الاسبازم ده ممكن يقفل الشريان تماما وبيعمل اعراض مشابهه للجلطه اللي في الشريان التاجي، وتيجي خلاص عملت له اي سي جي تلاقيه في سيجمنت اليفيشن، اي سي تي سيجمنت اليفيشن. احنا دلوقتي هنتكلم على الاي سي جي ما تقلقوش، اي سي جي سيجمنت اليفيشن شبه الاي سيجمنت اليفيت ميكاردال انفاركشن. فتبدا انت هتدخله الرعايه المركزه، وصل الرعايه تلاقي راجل السيجمنت نزلت لوحدها والبين راح وكل ده راح، ممكن تعمل له قسطره، ما انت عايز تشوف يمكن يكون هو في جلطه وحصل سبونتينوس ريبر فيوجن، بتجد الشريان سليم تماما انجيوجرافيكالي. هل الشريان الانجيوجرافيكالي، انجيوجرافيكالي يعني بالقسطره، لوكس لايك سليم، هل هو سليم؟ ممكن يبقى في حاجه اسمها الاثيروسكلروزس، بيعمل في الاول حاجه اسمها النيجاتيف ريمودلينج، بيحصل حاجه اسمها اللي هي جلانكوف افكت، دي بتبقى الاثيروسكلروزس حاصل بس لسه ما ظهرش في الوو. فمش معنى ان الاسطره سليمه ان الشريان سليم. وفي حاجه اسمها كمان مايكروفاسكوليتشر ديزيز اللي هي الميتابوليك سيندروم اكس، ان المايكروفاسكوليتشر زي ما قلت لكم الشريان الكبير ده مجرد بيوصل الدم لشرايين اصغر فاصغر فاصغر فاصغر، كل ما يصغر الشرايين لغايه ما توصل للكابيلاريز اللي بيحصل على مستواها الاكستشينج، الاكستشينج ده اللي هو بيدي الاكسجين وياخد ثاني اكسيد الكربون، ممكن في الكابيلاريز دي يبقى في ديزيز، ويبقى الابيكاردال ارت اللي هو الشريان الكبير اللي فوق الهارت ده اللي واضح لنا ده يبقى سليم. فده محتاج علاج والمريض مريض ويحصل له كومبليكيشن فيما عدا الميوكاردال انفاركشن. طيب يبقى التايبس اوف انجينا، لما اجي لك سؤال ام سي كيو ايه هي التايبس اوف انجينا، او انا اجيب لك كيس سيناريو، بالمناسبه الامتحان الام سي كيو هيبقى معظمه كيس سيناريو، كيس سيناريو يعني مثلا انا اجيب لك ان عيان عنده 40 سنه سموكر، دخل الامرجنسي روم، الاي ار جه وعنده تيبيكال تشيست بين وبيسمع في ظهره في تيبيكال تشيست بين، وعملت له اي سي جي لقيت سيجمنت اليفيشن، وبعد كده طلعت الرعايه لقيت سيجمنت نزلت، وعملت له اسطره لقيت نورمال كورونري ارت انجيوجرافيكالي، ده تشخيصه ايه؟ تقول لي انت ذا برينز ميتال انجينا. هقول لك وات از ذا دياجنوزس، هل ده ستيبل انجينا، ان ستيبل انجينا، ريفراكتوري انجينا، برينز ميتال انجينا، مايوكاردال انفاركشن، ده ايه؟ ده اسمه برينز ميتال انجينا، يعني ده كان سباز وعلاجه يختلف. بنخش في سكه الكالسيوم شانل بلوكر اكتر، ممكن نديله حاجات تهديه اكتر وهكذا، اتفقنا؟ وممكن البرينز ميتال انجينا ساعات بيحصل سباز على بلاك 30 40% 50% بيحصل عليها سباز،
ولو طول البرينز ميتال انجينا ممكن يقلل الميكارد انفاركشن بتاعنا. فانا قصدي اقول الامتحان، ركزوا معايا، الامتحان بتاعنا هيبقى ام سي كيو، هيبقى اكتر كيس سيناريو زي ما قلت لك كده. هجيب لك مثلا ايه 17 years old female menstruated بتشتكي من typical chest من sorry من chest pain. الشيست بين ده بينكريز ويز انسبيريشن وما فيش دايابيتس ولا هايبرتنشن ولا، وعملت لها تحليل كوليسترول طلع كويس. الشيست بين ده سببه ايه؟ اكيد مش كورونر ارتري. مثلا الشيست بين اللي بيزيد ويز ديب انسبيريشن ده غالبا بلوريزي اللي هو انفلاميشن اوف بلورا، لان انت لما بتملى اللنج الشيست بين بيزيد او مع حركه اللنج فتح وفرد فتح يعني اسبيريشن اكسبيريشن بيزيد البين. نركز يا جماعه، وقلت لكم اهو ان الامتحان هيجي كيس سيناريوز كيس سيناريوز وان شاء الله من اللي احنا بنقوله ده، بس نركز فيه لان هو الامتحان مش فقط بيقيس ان انت تريكول الانفورميشن، لا كمان تانلايز الانفورميشن. يعني انت مش مجرد تسمع كلمه مثلا ستيبل انجينا، انا ممكن اجيب لك برضه اقول لك واحد عنده 70 سنه وعنده كذا وكذا وكذا ودايبيتك وهايبرتنسيف وعنده شيست بين، والشيست بين ما بيطلع 3 4 دقائق، يعني اللي هو تيبيكال او اللي هو الموديل بتاع الستيبل انجينا. تقول لي اه ده ستيبل انجينا، اقول له لا ده بيجي لك شيست بين اتريس وعملت له اس جي ما لقيتش استيجمنت اليفيشن، ده يبقى ايه؟ يبقى عن ستيبل انجينا. وهكذا. الستيبل انجينا هو موضوعي بتاع النهارده، كاركترايزد باي سنترال شيست بين ديسكمفورت اور بريسلسنس ذات از بريسبيتيتد باي اكزيرشن اور other form of stress and is promptly relieved by rest. Activities precipitating angina, common exertional physical exertion called exposure heavy means intense emotion. يعني اللي بيحب قوي ممكن يجيله angina. لا مش يجيله، هو ده precipitating effect. يعني هو لو عيان يحس بالبين. بالمناسبة angina يا ولاد، angina يا ولاد equal chest pain. يعني ما فيش angina من غير chest pain إلا فيما نظر. في حالات بقى يقول لك الديابيتك اللي عامل نيفروباثي عامل سوري نيوروباثي ومش حاسس بالبين، مش عارف التورسالس تيبس مش عارف ايه، في حاجات فيما نظر حاجات انت ما عندكش احساس اصلا، لكن هي انجينا ايكوال هايبوكسيا اوف المايوكارديوم او هايبوكسيا اوف الكارديال سيلز ايكوال بين 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 بين. الانكومن نسيت اقول لكم حاجه معلش هنا في الـ في الـ في السلايد دي، لا مش دي، لحظة واحدة. يعني في حاجة اسمها ان انا ممكن يجيلي شيست بين ولما امشي الشيست بين يروح، دي اسمها سكند وايند انجينا، هتلاقوها في السلايدز اللي فاتت اللي شوفوها سكند وايند انجينا. النون انجينا الستيبل انجينا من الانكومن كوزز اللي بيحصل بريستيتيشن للانجينا حاجة اسمها الديكيوبيتس انجينا والنكتورنال انجينا. دي بتيجي يا اولاد ان واحد يكون بيحلم حلم وحش، الحلم الوحش ده بيفرز ابنفرين فبيزود البلاد بريشر وبيزود الهارت ريت، ودي ممكن تعمل لي اكنك بتجري. ما هو هو الجري ليه بيعمل لي بريسبيتيشن اوف انجينال بين؟ عشان هو بيزود لي الهارت ريت فبيزود لي الديماند، مش قلنا ان هي مشكله الديماند وسبلاي فبيزود لي الديماند. الكورونري ده مريض فمش عارف يديني مش عارف يزود الديماند بتاعه على قدر المجهود اللي انا قمت بيه. فهنا الباد دريمز او اللي هي النايت ميرز الكوابيس ممكن تبريسبيتيت اتاك اوف انجينا. الكلينيكال فيتشر اوف انجينا هيستوري از باي فار ذا موست امبورتنت فاكتور ان ميكينج ذا دياجنوزيس. الفيزيكال اكزامينشن از فريكوينتلي ان ريماركبل. يعني ايه؟ يعني انا العيان اللي هيقول لي اه يا صدري بيسمع في ظهري، خليكم معايا البتاع الحمراء على رقم 2 دي، العيان اللي هيقول لي اه يا صدري بيسمع في ظهري والوجع ده بيسمع في كتافي او في دراعاتي وبيقعد بيجي بالمجهود وبيجي 3 ل 4 دقائق وبيروح لما ارتاح او بيروح بالسجلندر ريت، ده عنده انجينا بيكتوريز. حتى لو انا عملت له فيزيكال اكزامينشن وما طلعش فيه حاجه، فهنا الجمله دي بتقول ايه؟ فيزيكال اكزامينشن في الانجينا بيكتوريز از فريكوينتلي ان ريماركبل، يعني لازم اعملها بس ممكن اطلع كله نورمال والعيان ده اعتبره انجينا لغايه ما يثبت العكس. ال careful search for evidence. ال evidence بقى زي ال valve disease لأن إيه كمان الأنجينا من ضمن أسباب الأنجينا البين الأورتيك ستينوزس، لأن الأورتيك ستينوزس بيعمل له كارديك أبوت، فمن ضمن الكارديك أبوت اللي هو نصيب القلب بيطلع في الكرونري، بدل في كارديك أبوت
هيحصل لي انجينال بين، يبقى الفالف ديزيز ممكن تسبيك لي سبب البين، ليفت فنتريكل ديسفانكشن زي الكارديوميجالي والجالوبريز، الارتيريال ديزيز زي كاروتيد بلوي والبريفرال باسكولار ديزيز بتقول ان في اثيروسكلروزيس، الان ريليتد كونديشن ذات مي اكسبيت انجينا زي ما انا قلت لكم في الاول المحاضره، الانيميا والسايت اكسبوزيس بيزود لي الهارت ريت فبيزود الاكسجين ديماند فبيزود الديماند فبيعمل انجينا. امبورتنت اسسمنت اوف ريسك فاكتور زي ما قلت لكم عشان اعرف اللي هي البروبابيلتي العيان ده لو دايابيتك وهايبرتنسيف. على فكره انا لو جاي لي عيان دايابيتك وهايبرتنسيف وسموك وعنده 60 سنه او عنده 50 سنه وستريس وبيقول اي صدري، حتى لو وجع صدره ده اي كلام انا مش هسيبه، هنقول بقى هنعمل له ايه؟ مش هسيبه. طب الدكتور بربري مش هيسيبه، هيعمل له ايه؟ هنقولها في سلايد جاي، هنقولها وهي اتقالت اهي. اول حاجه ريستنج اي سي جي، ريستنج اي سي جي مي شو ايفيدنس اوف بريفيوس مايوكاردال انفاركشن بات از اوفن نورمال ايفن ان بيشنت وذ سيفير كورونري ديزيز، اوكيشنالي ذير از تي ويف فلاتنينج اور انفيرجن ان سام ليدز providing non-specific evidence of myocardial ischemia or damage. The most convincing evidence of myocardial ischemia reversible segmental depression or elevation with or without T-wave inversion at the time of the time the patient is experiencing the symptom. بصوا يا أولاد، هنا السلايد دي هنطول فيها شوية. ليه؟ لأن إحنا ما ينفعش نتخرج من كلية الطب ما نقدرش نشخص مايوكاردال انفاركشن. مش لازم ابقى طبيب قلب ومش لازم اشخص، اشك فقط، حتى اشك ان العين ده، اقول له يا استاذ ما ينفعش تروح بيك وهتموت، او ما تقولوش هتموت، قول له روح لدكتور قلب دلوقتي من فضلك. الاي سي جي احنا اتفقنا مع الدكتور تمارا رئيس القسم ان احنا هنديكم محاضرات اي سي جي عشان امتحان اللي هو بتاع ترخيص مزاوله المهنه ده، لازم تبقوا عارفين او هتمتحنوا في الاي سي جي بالذات الحاجات اللي هي الامرجنسي اللي ممكن تؤدي، لو انت عارفها انت تعمل لايف سيفنج للبيشنت. مش لازم تبقى دكتور قلب، انت دكتور جراحه شفت اي سي جي مرعب او في احتمال للرعب، تقول له لو سمحت انا مش دكتور قلب، هتروح لدكتور قلب، بس ممكن تقول له بكره او دلوقتي او انت طلع دلوقتي حالا اسعاف حالا. فدي مهمه جدا. الاي سي جي عباره عن ويفز، الويفز دي اسمها بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي في يو، بي كيو ار اس تي ببساطه لما نقول محاضره اكبر هنقولها. البي كيو ار اس تي الاسكيميا، الاسكيميك هارت كلها، الكورونا ارت ديزيز كلها بتؤثر في الاس تي تي، في الاس تي تي. الاس تي سيجمنت لو انا بقى ايه حاول اكبر لكم كده، انتوا شايفين معايا؟ حد سامعني يا اولاد؟ يا فندم معاك سامعين؟ شايفين اللي انا كبرتها ده؟ يا دكتور اللي انا كبرته ده اللي هي شوفوا بقى الاحمر ده، الاحمر دي اسمها بي ودي اسمها كيو ار اس كومبلكس، اللي انا بشاور عليه ده بي كيو ار اس كومبلكس، مش هسمي فين الكيو وفين الار وفين الاس، دي اسمها كيو ار اس كومبلكس، والحته دي اسمها اس تي اس، ما هي نهايه الكيو ار اس اهي تبدا التي ويف دي، فدي اسمها اس تي ودي اسمها التي. اقول تاني ده دي شكل اس يعني دقه قلب، كاردياك سايكل، دي كاردياك سايكل، كاردياك سايكل. هنا البي اللي هي اللي طالعه لفوق دي اللي قبل فوق الصغنونه دي البي، وبعد كده البي ار، بعد كده الحته دي كلها اسمها كيو اللي انا بعمل عليها الاحمر يو ار اس تي، بعد كده من اخر اللي انا عملت عليها كده هنا اللي هنا بيبقى اسمها الاس تي، بعد كده اللي بتطلع فوق دي اسمها التي. المفروض الاس تي دي في النورمال تبقى هنا، تبقى فوق. شايفين ولا مش شايفين؟ قولوا شايفين او مش شايفين. شايفين يا دكتور ومركزين؟ ان شاء الله ان شاء الله. ماشي جدع، انت قلت ان شاء الله، لو قلت مركزين يعني الاس تي دي المفروض تبقى فوق هنا، لما تبقى تحت هنا تبقى اسمها ديبريسد اس تي. هنا الاي دي اللي هي دي ده اس تي سيجمنت ديبريشن، اس تي سيجمنت ديبريشن. انا المفروض ده ورق رسم بياني، ورق رسم البياني ده لو انا عديت عدد المربعات دي يطلع يجي خمس مربعات،
فدي significant specific للانجينا specific للاسكيميك هارت ديزيز، كل المربعات اللي نازله لتحت دي. يبقى اول علامه في الاي سي جي للاسكيميك هارت ديزيز اس تي سيجمنت ديبريشن، وعدد المربعات الكبير ده دليل ان هي specific. ممكن لو اقل من مربعين ابدا اقول يعني ان شاء الله احتمال، هنشوف، لكن ده specific. هنا في بي النقطه الحمراء اهي، ده برضو بي يو ار اس تي، دي الاس تي والتي ويف كمان مقلوبه، الاس تي والتي ويف مقلوبه. ايه دي الانفيرتد اس تي سيجمنت، انفيرتد تي ويف واس سيجمنت برضو ديبريشن. خلاص اس سيجمنت اسمها ديبريس، هي اس تي سيجمنت يا اما ايزو الكتريك يا اما الفيتد يا اما ديبريس. لو ايزو الكتريك دي نورمال فايندينج، لو الفيتد دي تبقى ممكن يبقى اسمها مايوكاردال انفاركشن، اللي هو الاس تي سيجمنت الفيتد مايوكاردال انفاركشن. دي يا اولاد الدقيقه بتفرق في روح العيان وفي عضله القلب اللي هتموت. هنا الاس تي سيجمنت ديبريست والتي ويف انفيرتد. هنا الحقيقه الاس تي سيجمنت كويسه والتي ويف لفوق اللي هو في سي ده. خلاص طيب دي مهمه؟ ايوه مهمه. طيب الاي سي جي لو طلع نورمال هل ده ضد ان ده عيان اسكيميك هارت ديزيز؟ عايز اجابه، يعني انا عملت اي سي جي وما طلعش فيه لا اي سي تي سيجمنت ديبريشن ولا تي ويف انفيرشن ولا اي سي تي سيجمنت الفيتد ولا اي حاجه، هل انا اقول لعيان كويس الف مبروك انت سليم روح روح؟ ها عايز رد؟ لا 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 لا، عشان يكون التريبونيت النهارده الريستنج اي سي جي ممكن يبقى نورمال و20% من النون ستيمي تبقى كاردياك انزايم عاليه في كورونري ارتري ديزيز. يبقى الريستنج اي سي جي في عيان هاي بروبابيلتي، يعني عيان دايابيتك هايبر تنسيف او حتى مش دايابيتك ولا هايبر تنسيف بس عنده تيبيكال شيست بين، اللي انا قلت عشان قلت لكم التيبيكال والاتيبيكال والنون اسكيميك مش قلتها من شويه، فعيان بيقول لك يا صدري بيسمع في ظهري والوجع ده ما بيروحش والوجع ده بيروح مع لما ترتاح وبيجي مع المجهود وفي الكرايتيريا بتاع الاوبريسنج والكومبريسنج والستابنج والحاجات دي لازم اقول له تعايا جميل الاي سي جي بتاعك نورمال، مش هسيبك. ليه مش هسيبك؟ لان احتمال الاي سي جي يبقى نورمال وانت عيان، واحتمال ايوه احتمال قوي جدا. فبعمل له المفروض بعمل له اكسرسايز اي سي جي. طيب انا بس عايز اقول هنا، هو هنا بيتكلم اي سي جي، انا ما اقدرش اعمل اكسرسايز اي سي جي من غير ما اعمل ايكو، يمكن يكون في اسباب في الايكو واضحه في الشيست بين زي الاورتيك ستينوزيس زي الميتال فالبر لابس زي البريكاردال افيوجن، فدي كلها انا بقى لازم اعمله الاول ايكو، ايكو كارديوجرافي. الايكو كارديوجرافي ممكن يبقى ما فيش فيه حاجه خالص والعيان مازال في في انجينا في بين في اسكيميك هارت ديزيز. العيان ده اعمل له ايه؟ بعمل له استريس تيست ان انا ازود مجهوده ازود ضربات قلبه واشوفه هل الكورونري ارتري هيغذيه هيقضيه ولا مش هيقضيه. اعمل له ازاي بقى الاختبار ده؟ اكسرسايز اي سي جي. الاكسرسايز اي سي جي في اكسرسايز تولرانس تيست اللي في الستاندرد تريد ميل، البايسيكل مش موجود في مصر، بنستخدم التريد ميل وفي التريد ميل بنشوف الاي سي جي وبنشوف البلاد بريشر وبنشوف الجنرال كونديشن او الفيزيكال فيتنس، بيتقاس بحاجه اسمها الميتابوليك ايكويفالنت. بنشوف قال لك ان هو لو في داون سلوبنج اس تي سيجمنت ديبريشن زي الصوره سي بنعتبرها نورمال فاريانت، اللي هو ابورد سلوبنج، الابورد سلوبنج نورمال فاريانت، الداون وورد سلوبنج بيبقى زي البي دي اسكيميك والهوريزونتال دي اسكيميك. طيب هقول لكم حاجه لذيذه، هل انا افرض عيان معلش مثلا عنده ليمبنج بيعرق او عنده مثلا فراكشر، انا مش عايز يعني عيان بارابليجيك هيمبليجيك امبيوتيتد مش هنعرف نعمل له التريد ميل، ففي اختبارات اخرى زي الدوبيوتامين اي سي جي. شوف طبعا هو دي صوره للعيان اللي بيعمل تريد ميل اكسرسايز اي سي جي، لازم يكون عيان صحيح سليم عنده الفيزيكال فيتنس ان هو يجري، زي ما انتم شايفين كده في الصوره حاطين له الليدز على صدره اهيت وهو العيان بيبدا يجري وبيحصل الانكلينيشن بتاع
التريد ميل الكلينيشن يعني الميل زاويه الميل بنزودها سنه بسنه والسرعه بنزودها سنه بسنه او بنتابع الضغط وبنتابع الاي سي جي وبنتابع السيمتوم هل في شيست بين ولا ما فيش وجاله امتى وجاله على انهي ليفل افرض العيان مش فيت فور اي سي جي ساعات كمان في الاي سي جي ريستنج حاجه اسمها ليفت بامبل برانش بلوك ما ينفعناش الاكسترال اي سي جي او فهو عيان عنده هارت فيلير هجريه ازاي اصلا يعمل اي سي جي اذا كان مثلا جيكشن فراكشن 25 30 فلازم هنا يبقى عندي حاجه بديله للريستنج اي سي جي زي حاجه اسمها الدوبيوتامين ايكوكارديوجرافي دوبيوتامين ايكوكارديوجرافي ان انا بدي الدوبيوتامين كان هو بوستف انتروب وبوستف كرونوتروب فاكرين الكرونوتروبستي والانتروبستي اللي خدناه في الفيسيولوجي ان انا لما بزود الهارت ريت بشوف هل الكورونري ارتر بيقدر يسعفني للورك ده زي ما قلت لكم في اول خالص الكلمه سبلاي وديماند الديماند زاد مع الدوبيوتامين الهارت ريت زاد هل الكورونري دي سليمه ان هي تسعفني ولا مش تسعفني هيظهر بقى في الدوبيوتامين ستريس ايكو وفي غير كده حاجه اسمها اللي هو الاستريس تاليوم حاجه اسمها البرفيوجن اللي هو الاستريس تيست كتير منها الاكسرسايز اي سي جي منها الدوبيوتامين ايكوكارديوجرافي منها الاستريس تيست في حاجه اسمها الام ار اي في كذا تيست بنقدر نعرف فيهم العيان ده نعمل له ايه من ضمن التيست برضو الجديده او الكويسه او المستخدمه او الجايد لاين بتقولها حاجه اسمها مالتي سلايس سي تي كورونري انجيوجرافي المالتي سلايس ليه بقول جديده يا اولاد حد يقدر هي سي تي هي سي تي سي تي يعني ايه حد عارف كلمه سي تي اختصار لايه كمبيوتر توموجرافي برافو عليك الكمبيوتر توموجرافي ما طول عمرها مستخدمه للشيست وطول عمرها مستخدمه للابدومن وطول عمرها مستخدمه للاورطه وكده ليه احنا بنقول دي حاجه هي جديده دي من حوالي 10 سنين او 12 سنه ليه بنقول عليها جديده بالنسبه للكورونري لان الكورونري ده حاجه متحركه عشان اعمل لها سي تي لازم اكون عندي مالتي سلايس عاليه جدا مالتي سلايس كان زمان 32 بعد كده 64 بعد كده دلوقتي 320 فبقت بتطلع نتائج كويسه اسمها مالتي سلايس سي تي كورونري انجيوجرافي والاستسيفيستي بتاعها في النورمال عاليه يعني انا لما الاقي عيان نورمال سي تي مالتي سلايس سي تي كورونري انجيوجرافي اقول له يا ابني شرايينك سليمه شرايينك سليمه لكن لو فيها ستين او فيها كذا لازم نكمل بقسطره عشان اقدر احدد اكتر طيب انا عايز اقول حاجه تانية قلتها لكم من شويه ان انا ممكن الاقي الابيكارديال كورونري ارتري سليمه لكن المايكروفاسكولتشر ديزيز دي اعرفها ازاي عيان بيجي له تيبيكال تشيست بين ودايبيتيك وهايبرتنسيف وسموكر واولد ايج وديستليبيديميك وبيقول اه يا صدري وطلعت الابيكارديال كورونري ارتري سليمه لا ما انا كده كده هديله ستاتيك ما دي علاج للانجينا كده كده هكنترول بلاد بريشر اكنترول ببيتا بلوكر وعشان اكنترول الهارت ريت ده انا لما قلل الهارت ريت هعالج كويس اكنترول بلاد بريشر بايس والايس انتي سكيميك برضه ابدا ان انا مفيش مانع ادي الحاجات اللي بتحسن لي الاكسجين سبلاي بتاع الكورونري الفاز دايليتور لو بيجي له شيست بين خلاص هنا بقى من ضمن الانفستيجيشن انا كتبت اهو اقروا كده هنا الاستريس تيست اللي قلت لكم عليها المايوكارديال بيرفيوجن سكاننج والاستريس ايكوكارديوجرافي خلاص من ضمن الانفستيجيشن المالتي سلايس سي تي قلت لكم عليها دلوقتي وبعد كده في الاخر الكورونري انجيوجرافي الكورونري ايه انجيوجرافي الكورونري انجيوجرافي الحقيقه المفروض لازم تتقال كويس جدا لانها بقت من اكثر المانوفر المعموله في المستشفيات يعني ما ينفعش حضرتك في حاجه كومن او فيري كومن زي الكورونري انجيوجرافي تبقى مش عارفها الكورونري انجيوجرافي دي مش كان زمان نسمع عليها في مش عارف في 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 في, في الادفانسد سنتر لكن دلوقتي موجوده في كل الجمهوريه فموجوده عندنا مثلا في جامعه مصر بنعملها كل نص ساعه يعني بيبقى اصغر نايب بيعمل الانجيوجرافي فما ينفعش حضرتك هتلاقي حد في بيتك وحد بيسالك يقول لك يعني ايه كورونا انجيوجرافي تقول له والله انا اعرف الاي سي جي بس لا بتعرف الاي سي جي ولا بتعرف الانجيوجرافي او الاي سي جي قلت لكم هنوكم حضرات كامله فيها والنهارده اديكم الحته بتاعه الاسكيميك هارد ديزيز فيها قلت لك الاس سيجمنت هي اللي بنحكم عليها اس تي والتي والاس تي لو نهايه بريست او التي ويف انفيرتد او الاس سيجمنت اليفيشن دي اللي بنحكم عليها في الاي سي جي دلوقتي نتكلم على الكورونري ارتيريوجرافي او الكورونري انجيوجرافي او القسطره التشخيصيه
القسطرة التشخيصية. القسطرة التشخيصية بنفيد بها ايه؟ القسطرة التشخيصية دي صورة يا أولاد اللي تشوف اللي عليها الأحمر دي، هكبرها لكم كده، دي صورة لقسطرة خلاص، مش صورة، صورة ليه اسمه كورونري أنجيوغرافي. كورونري أنجو، أنجو نسبة إلى الوعاء دموي، جرافي يعني رسم، كورونري يعني شريان تاجي. يبقى هنا أنا برسم الشريان التاجي عن طريق الإكس راي العادية وحقن صبغة. دي الصورة دي أنا هكلمكم عليها بعد ثانية واحدة، بس نقول الأول الكورونري أنجيوغرافي. أنا هنا أهو كورونري أنجيوغرافي ديتيلد أناتوميكال إنفورميشن أباوت ذا إكستنت أند نيتشر أوف كورونري أرتري ديزيز، يعني بيديني تشريح تفصيلي للشريان التاجي، سواء بقى سليم سواء ديسيز. طب الديسيز ده طوله قد ايه؟ طب عرضه قد ايه؟ طب الكاليبر قد ايه؟ indicated هو non invasive test have failed to establish the cause of a typical chest pain، يعني عيان عنده chest pain ومش عارف اجريه عشان رجله بتوجعه، مش الايكو بتاعه الويندو بتاعته مش كويسه او مش كونكلوسيف، فببدا اعمل الكورونري انجيوغرافي. الكورونري انجيوغرافي ده من ضمن الكلام اللي عليه ان هو دايما تبقى عارفين هو ما فيش فيه بين، العيان بيبقى صاح، ما هوش شيء مخيف، ما هوش مانوفر ديفيكال، مانوفر سهل، بس طبعا ما فيش حاجه بدون علم، يعني لازم اعرفه، لان انا لو مش عارف ممكن اعمل مصايب. دكتور صوت حضرتك مش موجود. دكتور الصوت بيقطع جامد. هل تسمعني؟ يا فتاح؟ تمام كده يا دكتور صوتك واضح. كده سامعني؟ اه يا دكتور كده تمام، بس هو قطع جامد فاحنا ما سمعناش يعني من اول اندر لوكال انستيزيا. الصوت واضح؟ يا دكتور تمام كده. واضح ولا مش واضح؟ اه
كده تمام يا دكتور. واضح كده؟ ماشي. يبقى دلوقتي احنا قلنا الانفستيجيشن اخر حاجه في الانفستيجيشن الكورونري اند ارتيريوجرافي. ان الكورونري ارتيريوجرافي زي ما قلت لكم ان هو القسطره التشخيصيه، القسطره التشخيصيه بتبين لنا ديتيلد اناتوميكال information about the extent and the nature of coronary artery disease indicated who will not invasive test have failed to establish the cause of atypical chest pain. ما بتستخدمش فيها general anesthesia بتبقى under local anesthesia. بنقدر ندخل يا اما من femoral artery او من radial artery. هنا الصوره دي الحقيقه دي صوره واقعيه بالنسبه للكورونري انجيوغرافي. الصوره دي الحقيقه يا اولاد بتبين دي القسطرة. أنا أعمل لكم عليها كده. دي القسطرة، القسطرة دي بتبقى لفة كده عشان تخش في الشريان التالي. دي القسطرة اللي عليها الخط النقطة الحمراء. القسطرة دي بتقوم داخلة ده الليفت كرونري أرتري. ده الليفت كرونري أرتري اللي هو ده، ده ليفت كرونري أرتري. الليفت كرونري أرتري ده بيدخل بيديني البرانش ده دي اسمه الليفت أنتريو ديسيندنت، والبرانش ده الليفت سيركمفليكس. ده طبعا المفروض يبقى لما بيتحقن صبغه اللي هي الصبغه زي اللي انا عليها النقطه بالظبط دي، دي صبغه هي المدوره دي، ما بتتحرقن بتلون للشريان كله، المفروض يبقى لونه اسود هوموجينوس. شوفوا الحته دي اللي انا عليها بالنقطه مثلا، شوفوا الدايمتر بتاعها قد ايه. اللي قبلها اللي عليها السهم الاحمر اللي انا عليها النقطه الحمراء دي، دي شعره من ده، المفروض الحته في اولها تبقى اكبر من بعدها مش العكس. فهنا في سيفير ستينوزس، سيفير ستينوزس في الليفت مين كورونري ارتري، ده الشريان الرئيسي الليفت، وده المفروض الشريان مثلا لو مشينا كده اسود اسود بعد كده بقى صغير وبعد كده بقى كبير تاني، فده ستينوزس. لو تلاحظوا ان ده الفيرتيبرال كولم اللي انا عليه دلوقتي، ده الفيرتيبرال كولم وعليه حاجه زي غرز، الغرز المعدن دي، ده الراجل ده عامل قلب مفتوح، جراحه قلب مفتوح قبل كده. الكورونري انجيوغرافي قال لك ان انا بخش من الفيمورال ارتري. هو هنا جايب لي صوره، اول صوره دي الفيمورال ارتري، بنخش في بالقسطره بتمشي في الفيمورال، الفيمورال يقوم رايح للاكسترنال ايلياك، للكومن ايلياك، للديسندنج اورطه، بيمشي ريتروجريد يعني الدم المفروض ماشي من القلب للاورطه، احنا بنمشي عكس المشي، بنمشي من الجسم للقلب لغايه ما بنيجي. شايفين البتاع اللي هي لونها الصوره الثانيه دي، الصوره الثانيه دي زي معايا. اه يا دكتور معاك، مركزين معايا؟ ماشيين اهو. اللون الازرق ده ايه؟ ده القسطره اهي، القسطره. بصوا انا داخل من تحت، من تحت ماشي في الاورطه اهو، في القرش، في الاسندنج، لغايه ما بتوصل للشريان التاجي اللي هو الاحمر اللي على ايدي اليمين ده، الشريان كده بنحقن فيه. دي الصوره دي الصوره الطبيعيه، دي الصوره بقى بتاعه الاكس راي اللي بتصور لنا، هو ده الشريان التاجي والصور. خلاص كده خلصنا الانفستيجيشن، خلصنا الانفستيجيشن. وطبعا زي ما قلت لكم الانفستيجيشن دي ممكن تسيلوا فيها حته حته. المانجمنت بقى، المانجمنت بتاع الكورونا الانجينا، المانجمنت اوف انجينا بيكتوريز، ان انا اول حاجه بقدر اعمل كيرفول اسيسمنت اوف ذا لايف اكستنت اند سيفيريتي اوف ذا ارتيريال ديزيز. رقم 2 ايدنتيفيكيشن اوف ذا اند كنترول اوف ريسك فاكتور ساتش از سموكينج، هايبرتنشن، هايبرليبيديميا. رقم 3 يوز ميجر تو كنترول سيمبتوم، ايدنتيفيكيشن اوف هاي ريسك بيشنت اند تريتمنت تو امبروف لايف اكسبكتنسي. المانجمنت الميديكال، الانتي بليتليت، الانتي بليتليت ثيرابي، ركزوا معايا. دخلنا في العلاج، دخلنا في العلاج، عندنا العلاج في ميديكال تريتمنت. ميديكال تريتمنت اول حاجه الانتي بليتليت، الانتي بليتليت زي اللو دوز اسبرين، اللو دوز اسبرين، اللو دوز اسبرين، اللو دوز اسبرين اللي هو ال 75 ملي جرام، ريديوس ذا ريسك اوف ادفيرس ايفنت ساتش از مايوكاردال انفاركشن، prescribed for all patients with coronary disease indefinitely. عندنا من الانتي بليتليت حاجه ثانيه اسمها كلوبيدوجريل 75 ملغ ديلي، equally effective alternative it is aspirin causes dyspepsia or other side effect. الكلوبيدوجريل واللو دوز اسبرين بيستخدموا حاجه اسمها ديوال انتي بليتليت مع بعض الاثنين لما بنركب دعامه او في
في الأكيوت كورونا سندروم. هل في أنتي بليتلت للتانيين؟ أيوة في أنتي بليتلت للتانيين. الأنتي بليتلت للتانيين زي حاجة اسمها البراسو جريل وحاجة اسمها التيكا جريلور، ولازم اكتبوهم دلوقتي بعد إذنكم، لأن التيكا جريلور موجود برضو، هو التيكا جريلور 90 ميلي جرام بيتاخد توايس ديلي، وفي البراسو جريل مش موجود في مصر. بعد كده الأنتي أنجينال دراج تريتمنت، عندنا خمس مجموعات من أنتي أنجينال الفايف جروبس أوف دراجز اللي هي بتستخدم كأنتي أنجينال دراجز، اللي هي النيتريتس، البيتا بلوكر، الكالسيوم تشانل بلوكر، البوتاسيوم تشانل اكتيفيتور، والاي اف تشانل انتاجونيست. النيتريت بتشتغل اكت دايركتلي اون فاسكولار سموث ماسل تو بريديوس فينوس اند ارتيريولر دايليشن، ريديوس ريدكشن ان مايوكارديال اكسجين ديماند، انكريز ان مايوكارديال اكسجين سبلاي، بروفلاكتيك بيفور تيكينج اكسرسايز ذات از لايبل تو بروفوك سيمتوم. Continuous nitrate therapy can cause pharmacological tolerance. Avoid by 6 to 8 hours nitrate-free period. The nocturnal angina long-acting nitrate can be given at the end of the day. الكلام ده يعني النيتريت دي يا أولاد، النيتريت دي بتعمل coronary vasodilation، بتوسع الكورونري artery. دي ملهاش effect على المورتاليتي والموربيديتي، لكن ليها effect على السيمتوم، يعني بتضيع الإحساس بالألم. بيستخدم منها حاجات شورت اكتنج زي السابلينجوال نايتريت، عارفين يقول لك باخد القرص تحت لسان، قرص تحت لسان اللي هو اسمه داينايترا 5 ملي جرام. السابلينجوال نايتريت، السابلينجوال نايتريت دي بتشتغل بدايركت فاز دايليتنج افكت بتاع نايتريك اوكسايد، بتشتغل بالدايركت فاز دايليتنج افكت اون سموث ماسل بتاع الارتريز، بتاع الارتريز والفينز، فبتزود لي الاكسجين سبلاي بتاع البلاد سبلاي، وبالتالي الاكسجين سبلاي بتاع البلاد فيسل ده. لو ما فيش شيفت بين النيتريت ملهاش دور، لو ما فيش شيفت بين النيتريت ملهاش دور، لا بتطول العمر طبعا كله بامر الله، ولا بتحسن موربيديتي ولا مورتاليتي. هنا في بعض الناس، واحد مثلا يكون رايح عزا وعارف ان عنده كرونيك ديزيز، فبياخد قرص تحت اللسان عشان يعرف يمشي في العزا، بيتاخد زي ايه حاجه اسمها بروفلاكتيك بيفور تيكينج اكسرسايز. واحد مثلا عايز يعمل مجهود فوق عادته، فساعات بياخد قرص كده تحت اللسان قبل ما يمشي، هو مثلا ماشي بيحج ماشي كذا كذا كذا. يبقى النيتريت قلنا في حاجه فيها اسمها التولرانس، التولرانس انها بتشتغل على حاجه اسمها الاس اتش جروب، فبيحصل فيها اكسهوشن، فلازم اخد شوف النقطه دي اوريكم اهو. افويدد باي التولرانس كونتينوس لحظه واحده اوريكم انا بقول في ايه. كونتينوس نيتريت سيربي كان كوز فارماكولوجيكال تولرانس، افويدد باي 6 تو 8 اور تايم فري بيريود. خلاص البيتا بلوكر از فيري امبورتنت ان تريتمنت اوف الانجينا بيكتوريس. البيتا بلوكر بتقلل الهارت ريت، اللي انا قلت لكم لما اقلل الهارت ريت هقلل الاكسجين ديماند. البيتا بلوكر بتقلل حاجه اسمها الشير ستريس، الشير ستريس يعني بقلل الورك بتاع الهارت او المقاومه اللي على الهارت، فبالتالي بخلي القلب يشتغل بصوره اهدى، وبالتالي بقلل الاكسجين ديمان. والبيتا بلوكر بتظبط الضغط ده اللي هو الافتر لود، لما بقلل الافتر لود بقلل الورك بتاع الهارت. وفي نفس الوقت بقى الريسيرشز بتقول او الجايد لاين بتقول ان البيتا بلوكر بتحسن موربيديتي والمورتاليتي اوف عيانين الانجينا بكتوريز، وبالتالي انا بحب اديها حتى لو الجرعه قليله جدا طالما الهارت ريت يستحمل والبلاد بريشر يستحمل. التارجت هارت ريت في عيان الكورونا هارت ديزيز 60 دقه، مش 70 ولا 80 ولا 90، 60 دقه. لو وصلت 58 مقبول، 62 مقبول. يبقى انا ليه بخلي الهارت ريت قليل او 60 في حالات الانجينا بكتوريز؟ عشان اقلل الاكسجين ديماند. وبستخدم طب ممكن استخدم الكالسيوم تشانل بلوكر؟ لا، البيتا بلوكر هي اللي الجايد لاين قالت بتحسن موربيديتي ومورتاليتي. الكالسيوم تشانل بلوكر مش زي البيتا بلوكر. الكالسيوم بلوكر استخدمها امتى؟ لو في كونترا انديكيشن للبيتا بلوكر. طبعا الاثنين يعني البيتا بلوكر برضو ليها انديكيشن قوي جدا في الهارت فيليا، فحتى لو الريشن فريكشن قليل بستخدم البيتا بلوكر. ليه؟ لانه برضو هو من ضمن الثيوريز بتاع الهارت فيليا، او من ضمن مش الثيوريز، من ضمن المسببات بتاع الهارت فيليا اللي هو حاجه اسمها نيورو هرمونال اكتيفيشن. لما بيزيد البريفرنت بيزودوا لي الافتر لود، بيزودوا لي الهارت ريت، ودول بيزودوا لي الهارت فيليا.
البيتا بلوكر ممتازة في علاج الهارت فيلير وعلاج الانجينا بالدور. الكالسيوم شانل بلوكر زي ما اتفقنا كده دي بديل للبيتا بلوكر لو مش قادر استخدمها في حالة لو الإيجيكشن فراكشن مش كويس، اوعى تستخدم الفيرابامين او الالكازين، ممكن نستخدم الأمبلودوبين كأنت هيدرتين. طيب المانجمنت بكمالة الميديكال تريتمنت في حاجة اسمها البوتاسيوم شانل اكتيفيتور زي النيكورانديل. النيكورانديل ده بيعمل ارتيريا اند فينوس دايليتنج بروبرتيز، دونت اكسهبت ذا تولرنس سين ويز نايتريت، فممكن تاخد كل 12 ساعة عادي. الاي اف شانل انتاجونيست زي الايفابرادين، الايفابرادين له بدائل كتير في السوق ومستخدم. طبعا النيكورانديل موجود في السوق برضو المصري، والاي اف شانل انتاجونيست الايفابرادين موجود ب 50 بديل، هو كله ايفابرادين. وبيستخدم امتى استخدم الاي اف شانل انتاجونيست الايفابرادين؟ لو انا مش قادر اوصل للتارجت هارت ريت 60 في حالات ساينس تاكيكارديا والهارت ريت مش مستحمل او في كونترا انديكيشن لبيتا بلوكر. يعني انا عيان هديكم مثال، عيان سكيميك هارت ديزيز والاجكشن فريكشن بتاعه 38%، هل ده ومش والبيتا بلوكر مش عارف اديها مثلا نتيجه سيفير ازمة برونكيال ازمة، لو اديت ايزوبتين فيرابامين العيان ده هيحصل له نيجاتيف نوتروب هيموت. فهنا بدل هو ساينس ريزم ادي اللي هو الايفابرادين. الايفابرادين ممتاز جدا هنا، وبرده في حالات لو هو اف نو 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 الاف الايفابرادين بتخش في حاله الاتريال فايبريليشن. طيب الميديكال مانجمنت اتيز كونفينشنال تو ستارت ثيرابي ويز الاسبرين اللي هو الانتي بليتليت وستاتين. استاتين قلت لكم ان شاء الله الاستاتين دي في علاج الديسليبيديميا وفي علاج الانجينا بيستخدم، لانه له البليوت قلتها من شويه في ثاني سلايد او ثالث سلايد ان هو بيعمل ريجريشن للبليك اللي هي وحده الاثيروسكلروزيس، وبيعمل استابيلايزيشن للبليك عشان ما يحصلش رابشر للكبسول فيحصل ثرومبوزيس. يبقى اللي انا لما الاقي عيان عنده اسكيميا انا خلاص شخصت والعيان ده طلع اسكيميك هارت ديزيز، لازم اديله اسبرين، لكن لازم اديله بيتا بلوكر، ولو فيش استبين نوت كنترول اديله نايتريت. حلو كده، حلو كده. يبقى اربع حالات، اربع حاجات: اسبرين، استاتين، بيتا بلوكر، ونيتريت. ممكن ادي انذر او ديوال انتي بليتليت ثيرابي لو العيان انستابل او هيركب ستنت دعامه يعني. طيب اد ذن اد كالسيوم شانل انتاجونست اور لونج اكتنج نيتريت. ممكن انا الكالسيوم شانل انتاجونست زي ما قلت لكم لو انا اقدر ادي بيتا بلوكر افضل من الكالسيوم شانل انتاجونست. الجول جاينا تو كنترول مال سايد افكت، وان انا اقلل الهارت. اذا ليتل ايفيدنس ذات بريسكرايبنج جاينا دراج از اوستابيلايزيشن، يعني انا بقى عملت وطلع عندي مشكله محتاجه ان انا اوسع دعامه او ان انا اعمل جراحه قلب مفتوح. ماشي. الدعامه اسمها او تركيب الدعامه اسمها العنوان ده الجميل ده بيركوتينوس كورونال انترفينشن، لازم يا جماعه نركز فيه جدا لان ده بقى الف به علاج للكورونري ارت ديزيز اللي هو منتشر جدا واللي هو يعني بيقولوا عليه صانع الارامل وهو اكبر سبب للوفاه على مستوى العالم. يبقى الاسطره بيركوتينو، الاسطره ليها شقين قلت من شويه انا اللي هو الاسطره التشخيصيه اللي هو الكورونري ارتيريوجرافي، دلوقتي انا في البيركوتينوس كورونال انترفينشن بي سي اي. بي سي اي ده ترمينولوجي مستخدم كتير جدا في الكارديولوجي، فلازم يعني مستخدم ايه يعني لو واحد ماشي في الشارع كده بي سي اي دي كلمه مهمه بيركوتينوس كورونري انترفينشن. يعني معلومات بسيطه حول البيركوتينوس كورونري انترفينشن، بان احنا بنخش بالاسطره زي الاسطره التشخيصيه بس بنوع تاني من الاساطر بيبقى انشف سنه واوسع دايمتر من جوه الكاليبر. بالباسنج افاين جايد واير اكروس اكرونال ستينوزس ثرو ذا راديوجرافيك كنترول، يعني احنا بنبقى شايفين تحت الاشعه اللي هي اكس على شاشه قدامنا، بنعدي واير رفيع جدا قطره 0.014، بنعديه خلال الليجن اللي احنا عايزين نوسعه، بنعدي بالونه على الواير ده بنحطها عند الليجن بالظبط بننفخها، بنبدا ان احنا خلاص وسعنا الليجن، نبدا بالكورونري ستنت از ديبلويد اون ا بالون ماكسمايز اند مينتين دايليشن اوف ستينوز ديفيسل. يبقى احنا كده ركبنا ايه دعامه.
ممكن نركب دعامة أو دعامتين أو ثلاثة. لو أكتر من كده بنبدأ نفكر في الجراحة عن طريق نحن نحسب حاجة اسمها سينتاكس سكور. السينتاكس سكور ده بنبدأ نحن نحسبه ولنا معايير فيه هل إحنا هنعمل كذا أو كذا. ده رسم توضيحي، رسم توضيحي جدا، مش للدعامة أو كده. الرسم التوضيحي ده أول خطوة في إيه؟ أول خطوة في إن أنا الكورونري أرتري لوكيت سيرفيس أوف ذا هارت. بعد كده أنا بخش، شايفين الصورة دي، الصورة دي، ده الشريان أهو مفتوح، ده الليجن أهو، فالحتة دي هي اللي ضيقة، بخش فيها بالسلكة اللي هي الواير اسمه بي تي سي اي واير، وبخش عليها بالدعامة. الدعامة دي اللي هي بتبقاش منفوخة، بتبقى رفيعة زي أنبوبة القلم كده. بعد كده في الرسمة التانية دي بنفخها، بتتنفخ من بره. النفخة دي لما بتتنفخ خالص كده بتبدأ الحتة الصفرة اللي هي البلاك ليجن دي بتبدأ تصغر خالص اهي، والأرتري فتح، بيبدأ ان احنا ننفخ 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 ونسحب البالونة ونسيب. شايفين الميتالز دي، هي دي الستنت، ودي شكل اهو البالونة تنفخ، وبعد كده البالونة عملناها ديفليشن وشلناها وسبنا الدعامة. ده الشكل الأخير، دي الشكل مقطع عرضي، الدعامة اهي واخدين فيها مقطع عرضي، وبعد كده بعد ما اتنفخت. ممكن ما ينفعش البي سي اي، فبنعمل حاجة اسمها كورونري ارتري باي باس جرافت. العنوان ده، ده جراحة قلب مفتوح، كورونري ارتري باي باس جرافتنج. بنعمل باي باسنج يعني زي كوبري كده، بيستخدم في الاستنوز ارتري از باي باس ويز انترنال ميموري ارتري. بناخد وصلة من الانترنال ميموري ارتري او الريديال ارتري، بناخد جزء منه وبنباي باس الاستنوز دي جزء. ممكن ناخد السفنس فين وبنعمل ميجور سيرجري اندر كارديومينال باي باس. وفي حاجه اسمها الاوف بامب سيرجري. الاوبراتيف مورتاليتي از ابروكسيميتلي 1.5% بات ريسك ار هاير في الالدرلي بيشنت بور ليفت ودريكال فانكشن ذوس ويز سيجنيفيكانت كوموربيديتي ساتش از رينال فيلير. 90% اوف بيشنت ار فري اوف انجينا 1 يير افتر كورونري باي باس جرافت، بات فيور ذان 60% ار سيمبتوماتيك after 5 or more years. ده الكورونري ارتري اهو، كورونري ارتري اهو، ده السبكليفيان ارتري، بنوصله بال الانترنال ميموري ارتري، ليفت انترنال ميموري ارتري نازل على، يعني بصوا يا اولاد شايفين ايه النقطه الحمراء بتاعتنا اللي هي اللمبه بتاعتنا دي، ده هنفرض النقطه دي بالظبط الليجن، وده الليفت سبكليفيان. السبكليفيان نازل منه الانترنال ميموري ارتري اللي هو عليه الوصله، ده بيباي باس الليجن اللي هنا ويغذي الحته بقيه الارتري ده. خلاص الزرقه دي ده الاورط، الزرقه دي ده السافنس في نازل على الرايت كورونري ارتري. بعد كده ده الشكل في المالتي سلايس سي تي كورونري انجيوغرافي. بعد كده الاكيو كورونا سندروم الدكتور ابراهيم اديها لكم او هيديها لكم. يبقى أنا كده خلصت. عايز يسأل في حاجة؟ أيوة أزوف السماح. عايزين تسأله في حاجة؟ البريزك ونتل إيه الانفستيجيشن اللي بنعملها عشان نكونفيرم ديجنوز لو عيان جاي لي في عيان؟ ريستنج إي سي جي، نمبر 2 إيكو كارديوغرافي، نمبر 3 لو ما ظهرش حاجة في دي أو دي بنعمل إكسرسايز إي سي جي أو دوبيوتامين او استريس ساليم او ام ار اي. كل دي انفستيجيشن. وممكن المالتي سلايس سي تي كورونري انجيوغرافي، وممكن القسطره التشخيصيه الكورونري انجيوغرافي. كل دول بيفرقوا في القرار، بيفرقوا في القرار. يعني ايه؟ يعني افرض انا في الاي سي جي ليت سيجمنت اليفيشن، فانا خلاص عرفت ان ده مايوكاردال انفاركشن. طب عملت ايكو عشان اشوف الفانكشن، واخد بال حضرتك، وخلاص خدت قراري، مش محتاج بقى هنا دوبيوتامين ايكو ولا اكسرسايز اي سي جي ولا انا عملتهم ابقى عبيط، ولا محتاج مالتي سلايس سي تي، ده لازم يخش القسطره، انا خلاص شخصت. لكن في عيان انا بعمل له اي سي جي يطلع نورمال، بخش على اللي بعده، اكسرسايز اي سي جي يطلع نورمال اخش على اللي بعده، مالتي سلايس او كده يطلع نورمال اخش على اللي بعده. ما بخشش على اللي بعده الا في حاله وجود تيبيكال سيمتوم، وحاجه كمان اسمها
البروبابيليتي. يعني انا عيان عنده سكر وضغط وسموكر بقول اي يا صدري انا مش هقول له ده رسم القلب بتاعك سليم، لا لازم اطلع معاه لغايه ما اوصل ان انا امشي. لكن افرض واحده بقولت لك عندها بنوته عندها 17 سنه وبيجي لها شيست بين، عملت لها اي سي جي وايكو خلاص شكرا، اعمل لها بقى مثلا تحليل كوليسترول اشوفها يمكن يكون كوليسترولها عالي قوي، ارقام مخيفه، حاجات وراثيه اسمها فاميليال هايبر كوليستروليميا او فاميليال هايبر تريجليسيريديميا، دي حاجات نادره. ها قول عايز ايه تاني؟ طبعا من ضمن الورك اب ان انا بعمل زي ما قلت لك الاسماء بقى كده انشورت ريستنج اي سي جي، اكسرسايز اي سي جي، ايكو دوبيوتامين، ايكو ستريس ساليان، مالتي سلايس سي تي كورونر انجيوغرافي، كورونر انجيوغرافي، ممكن اعمل لاب، لاب ده في صوره تراي جلسرايد اللي لو دنس ترايبوبروتين كوليسترول، هاي دنس ترايبوبروتين كوليسترول، ممكن اعمل الهيموجلوبين اي 1 سي والسكر اشوف السكر فاستنج وبوست برانديال بلاد جلوكوز. ممكن في عوامل خطوره اخرى حاجات تانية، ممكن الهاي سنسيتيف سي رياكتيف بروتين والحاجات دي بتبقى ماركر للانفلاميشن. في حاجه مهمه جدا 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 ان هي الكاردياك ماركر، الكاردياك بايو ماركر. يعني اعتقد دكتور وانا هيدلكوا اكتر في الاكيوت، بس هي لازم تبقى في مخنا واحنا بنتعامل مع حاله كورونري ديزيز، ان لو حصل نكروزس السيل بتتكسر يخرج منها حاجه اسمها الكاردياك انزيم. الكاردياك انزيم دي كتير، منها الميجلوبين، منها التروبونين، منها السي بي كي ام بي والسي بي كي والال دي اتش، الحاجات دي كلها الموست سبيسيفيك التروبونين وهو في خلال 3 ساعات بيعلى، السي بي كي ام بي هو برضو سبيسيفيك بس بيعلى بعد 3 ساعات، واول واحد بيعلى الميجلوبين بس مش سبيسيفيك. فدايما احنا بنستخدم التروبونين وبنثبت السي بي كي والسي بي كي ام بي. ها عايز تسال في ايه تاني؟ بس كده لا اساله يلا بسرعه عشان دكتور حضرتك قلت اسماء الانتي بليتلتس التانيين ايه؟ اه الاسماء حاجه اسمها التيكا جريلور، جريلور تيكا جريلور تي اي سي اي جي ال اي ار تيكا جلي تيكاجليلور تي اي سي اي جليلور جي ال او تيكاجليلور. وعندنا حاجه اسمها براسو جريل، براسو جريل مش موجود في مصر، تيكاجليلور تيكاجريلور تيكاجريلور موجود في مصر 90 ملي جرام لودنج دوز 90 ملي جرام، بتاخد قرصين وبياخد كل 12 ساعه قرص. واللي هو الكلوبيدو جريل اللي موجود عندك ده 75 ملي، اللودنج بتاعه لو ما بياخدش خالص بياخد 8 اقراص وبياخد قرصك واحد كل يوم. الاسبرين بيتاخد 75 ملي بيتاخد 4 اقراص لودنج وبعد كده 2 قرص كل يوم. ها تمام يا دكتور. شكرا دكتور. ممكن حضرتك تعمل لنا ابلود للمحاضره دي على الجروب الباوربوينت يعني؟ ممكن قوي تحت امرك. زي ما قلت لكم الامتحان هيجي ركزوا في الكلام اهدموا الكلام، واعتقد ان انا شرحت شرح وافي يعني اعتقد يعني. شكرا لحضرتك يا دكتور. دكتور ممكن سؤال؟ تحت امركم، ولو عايزين حاجه في اي وقت انا تحت امركم. دكتور ممكن سؤال؟ يلا السلام عليكم. امور يا حبيبتي بس علي صوتك. دكتور هلا انا سامع. ها سامعني؟ الو يا دكتور سامعني؟ دكتور سامعني؟ بتاع راح بقى كفايه كده صح؟ بتاع بدأ تلعب تاني كده. ايوه السؤال يا دكتوره قولي عشان ما كنتش سامع حاجه. دكتور بالانجينا لان بيصير في عنا سبازم بالكورونري ارتري كمان بعطي النايتريت. لا اسمها البرينز ميتال انجينا، البرينز ميتال انجينا بالضبط. بعطي النايتريت يعني بعطيه كمان بالعادة يعني بخليه يمشي عليك بروفيلكتد. السبازم اكتر بدي كالسيوم تشانل بلوكر، كالسيوم تشانل بلوكر دي بقى بيبقى فيها هو الفيرست انديكيشن كالسيوم تشانل بلوكر عشان الغي السبازم. كالسيوم تشانل بلوكر ده الفيرابامين والالتيازين. طيب تمام يعني هو 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 بالنسبه له ما عندوش ستينوز، هو مجرد انا عايز افك السبازم. ممكن اديله سيدتيف لان هو بيبقى نتيجه ممكن ستريس او كده. طيب
تمام. وبياخد يعني بيتعامل نوع انجينا، ممكن اديله ستاتين. انا عايز اقول حاجه، النيتريت مش بيحسن موربيديتي ولا مورتاليتي. النيتريت لو في واحد بيجي له بين تديه عشان يزود. تمام. ساعات يا اولاد وانا ان الشريان يطلع اكتاتيك يعني متمدد اكبر من الطبيعي، اكبر من الطبيعي، ده بيبقى ديسيزد برضه، بس مش بيتعمل له دعامه، مش بيتعمل له قسطره، مش بيتعمل له بي سي اي يعني، وتعمل له قسطره كتشخيص. وده علاجه بيبقى الانتي بليتلت، وممكن ساعات بندي انتي كواجلانت وكالسيوم شانل بلوكر وجود هيدريشن. اوكي، عشان انا عندي عياده وهترفد خلاص. شكرا كتير دكتور، تحت امرك. حد عايز يسال حاجه تانية؟ شكرا يا دكتور. ثانك يو، باي باي. كده خلاص. كم معك هذا؟